ونشوفوا داك الطفل ينسبوا لمن كوم صا الفم غادي. السلام عليكم اخوتي. شوفوا اخوتي، علاش ما تخليوش هاد الطفله تدخل بوحدها عند لابوليس ولا عند القاضي التحقيق؟ البنت قد حناها، واش عندها ونزة هاديك؟ اسكي لا يونزا لابيتيت. شوفوا انا ما كنجيش من جهه المتهمين، حنا كلختونا اصحاب القنوات نتاع المغرب، غير اللي يجيكم سي جورناليستو كتهضروا كتحلفوا كتحكموا بلا ما شتو الحقيقة. قالوا راه متهمين، راهم تقروا لي جندارم شوية، قالوا لا، فين غادي نصديو روسنا؟ فهمتوا؟ بينوا لنا الحاجة، شي خبر يكون صحيح ولا ما ديروش ما تفرشوش غير الكذوب والكذوب. انت با انسانه دير لديان، بيع البقر ودير لديان، بيع البقر ودير لديان لبنتك. كنيو كلختو يوتيوب المغربين، فين ما جرتش القناه كما سي تهضر كلنا هذا كما كنتو كديروا مع عادل الميلودي، دمرتوه مرطوه ياك عزيز عزيز كلنا عزيز عزيز كلنا عزيز. حتى صبحت انا صبحت في قريطره مشيت، ويلي ويلي على فضيحه. عزيز كندير التليفون لعزيز، عزيز مسكين عزيز، عزيز ماين هو باباه؟ ما عارفين هو. هكا نتوما دابا سانا محمد كارميبو. انا من عادي الميلودي ما بقيتش نتيق من عادي الميلودي، لحقاش عادي الميلودي دمرتوه مرطوه تيحتوه الارض حتى هاجر البلاد مشى لصباليا. القنوات بقاو عليه المعيور والسبه والضعف، وبقات غير الضرب، ما دخلتوش عليه ضربوه. نهار المحكمه نهار اللي جا القنيطره جا هربان مسكين، دخل بالسيارة المحكمة، خاف ضربوه على عزيز والكبيرة. وفين هي دابا الحقيقة؟ الحقيقة عند من راه الحقيقة؟ عادي الميلودي اللي ربح. ومنين خرجت لديان قلتو سي با فغي، انكو عادي الكذب، انو ما كذبش. دابا المغاربة خوتي ما تبقاوش تحكموا بالباطل، ما تبقاوش تدمروا هادوك راهم مغاربه، هادوك ثلاثه راهم مغاربه، ما تبقاش تدمروا فيهم. فوقاش لديان
فوقاش يخرج لديا شمل العاب يخرج. قلتوا لنا كانوا مدابزين معانا ياك خديجة قلتها محمد قال كانوا يستغلوا بام اللي كان مريض كانوا يدخلوا يخليونا حتى للهواء ومشيو يدخلوا يمارسيو مع 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 مع, مع, مع الزمر مع عزيزة ولا كسميتها. قلتوا راه كان هو لا فامي درنا فيه كل شيء شوية. قلتوا راه عطر الرجل الكلب باش قتلوا داك الكلب باش يبقى يجي بلا حس. من طرف التهامين قالوا راه حنا عمر ما كنمشيو عندهم ما عرفناهمش ما عرفناش غادي نديرو. الملف نتاعكم عطى الريحة خنز هذا باش شهر عطى الريحة. نتوما هاد البنت هادي الله يرحم والديكم هاد البنت هادي هاد البنت هادي ماذا شطحيت عشر سنين عقد طافي احنا سه ها باباس ها سنة ها جدتها ها هي سنة ها هي سنة هاديك اللي عندها شوية راس معري هاديك عندها 12 سنة اسكي عندها 12 سنة هادي ها هي عندها 12 سنة فرك وقت من اخوتي المغاربه بركه وما تبقى ما تقيسوا التهمه على الناس قبل ما تشوفوا الحقيقه. فوقاش غادي يخرج لديان عادي الميلودي على عامين عاد خرج لديان اش هذا الشيء اللي كديروا غيبنا يمشي يحمر عف منين هذاك اللي دار لي هذاك اللي دار لي خوك خو سنة جا قال ولد كريم ولد كريم كيشبه فيه كيشبه فيه الله يا ولدي انا ما صافي ولادي باقي النيات وكذا وصغار وما قيل ما عارفينش هي هذيك انا منين صافي قالها لي تخص نقول لكم ما نكذبش عليك ما عندي خمسة الوليدات والام والوالي انا راه نهار تزوجت انا مع الوالد هاد الناس اختاروا شابو بنتي راه بقى بنتي انا كتلعب شابوها راه متعداو عليها غطاصبوها بالحامل ديالها بكلشي قالك شافوها كتلعب حتى الفاجعه حتى البنت حملت انا ديك النهار صعيت الموت عندي ديال الوالد مشيت للسوق ديالنا الاسبوعي مشيت للسوق لقيت شي ناس من شي دوار قبالتنا دوك الناس ولاو تيشوفوني ولاو تيتهربوا مني ولاو كيتهربوا مني الناس قلت كيفاش هاد الناس مات الوالد وتهربوا وكانوا نهار كان مات ليا اللي كان الوالد باقي شويه مريض ما كيتفكوش مع الدار كيجيبوا عيالاتهم بالليل نعمروا عليهم اتاي نتهلاو فيهم نهار تكتشف الوالد مات وداك الشيء ولاو كيبينوا لينا بان راه كيبعدوا عليا عرفوا بنتي حامله مشيت داك السوق لقيت داك السيد مسكين هو جاي يتسوق لقيته سلمت على وليدات دياولو لقيت داك السيد سلمت عليه صيفط على وليداتي صيفط داك الحويجات دياولي وما حاجه مع واحد مول الكروسه جاب لي الحويجات دياولي بقيت انا كندور في السوق يعني بديت كندور في السوق لقيت داك السيد هضرت معاه بقيت انا ما بقاش عندي الحوايج بقيت بعدي في السوق بقيت كندور مع الزنقه يلا واجه داك السيد ريح له واحد مول الكوكا وداك الشيء انا ديت في الزنقه حتى قال لي محمد قال لي الان قلت له قال لي بغيتك قال لي بغيتيني نجي عندك دابا نيت جيت عنده السلام عليكم السلام قال لي ما كملش معايا السلام قال لي بنتك حامله حيت انا عندي بنت وحده
ويلي اش كتقول اصاحبي اش الهضره قلتي؟ نقذ واحد النيت هو من عندهم وقال لي ليا غير صبر راه كاين هذا الشيء راه سامعين الاخبار عندنا في الدوار وهادو هما العيالات وهادو ويلي كتقول لي عرفتي شنو هاد الهضره اللي قلتو نتوما صافي جري داك السيد تيسا قلت لي شوف اخويا الهضره اللي قلتي دريتيني انا راه قال لي الا بنتك حامله اخويا شوفوا قال لكم هذا محمد هذا ما عرفش بلي بنتو حامله على حقاش باه كان مريض باه مريض وما ينجمش يشوف بنتو باه مريض وبنتو ما كيشوفهاش ما تبانش بلي راه حامله وباك مريض وماماك ومرتك وهذيك البنت هذيك البنت ما كانش تضل في الدار كان تضل تسرح ودابا قالكم ملي جيرانو كيشوفو باه مريض كيستغلو هذيك الامومه كيدخلو كيبروفيتيو كيمشيو يتمارسيو مع البنت شافوها كتلعب هذاك البنت اللي عندي سايي كتلعب وداروا لها هكاك بالعاني ثلاثه بهم الرجل اللي عنده 48 عام 38 عام يناوم استغاس بني تجيس على حقاش باباس تو غيهرش السجان تخاس وشا وفين الحرمه زي صغقنا مني يتجيس تفني جواني جت مارسينا كيسب خام فيق من القلبه انت راك ما عرفاش كتقول واش اجب باك مريض اجب البنت نتاعك لو كان درتيها هي الاولى انا نفادابور مي طون بيغ لا باسيلاج اللي مرض الله يشافيه ببنتك كانت كتسرح وي انت الاول خصك تمشي للحبس انت الاول انت اللي ما درتيش الفقد في بنتك خليتيها حتى فات الفوت هاد الملف هذا ما فهمت له والو عطى الريحة الملفة إذا رقيها ريح نتقديد السلام عليكم.